أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لماذا قصف عين زيتيم هذه القاعدة للمشاة؟ قاعدة للفرقة الثالثة أو الكتيبة الثالثة التابعة للقيادة 91، وهذا يتسنى معه أن نقول أن الاستراتيجية التي بدأها حزب الله ضد القواعد العسكرية أصبحت في مرمى حجر، حيث أن هناك أيضا ما بعد كل من زرعيت وأيضا ميتات. إذن لدينا زرعيت، ميتات، وأهم مخزن صاروخي، وبعدها مباشرة عين زيتيم. عندما نؤكد أن الكتيبة الثالثة التابعة للقيادة 91 الآن في مرمى النيران في المنطقة، هذا معناه أن التطور الحالي يذهب إلى بعد أساسي. أولا، إصابة أو محاولة إصابة كل قدرات القوات البرية وكتائبها في المنطقة. إذن الإصابة الأساسية الوصول إلى صعصعة منجا، وهذه قاعدة متقدمة أو على الأقل موقع متقدم للقوات. ومن ثم اليوم وبعد هذه التصفية بالنسبة للثكنات كجين ثالث، أصبحنا نرى أن عين زيتيم هي الهدف. ولماذا الهدف؟ ولماذا الكتيبة الثالثة على وجه التحديد؟ إذن لنؤكد أن الكتيبة الثالثة هي من قوات الاحتياط، ولدينا قوات إضافية عبر صعصعة، هذه القوات المتقدمة، وهناك إعادة انتشار هدد به جانس وحققه بعد 12. بعد 12 ليلا وجدنا أن هناك إعادة انتشار على ضوء ماذا؟ على ضوء أكبر حيلة ذكية، لأن الأمر يتعلق بهدنة. فكان من الطبيعي في الساعة 10 صباحا اليوم أن تكون هناك هدنة، فتم تأجيلها لأسباب عدة لا داعي لتفاصيلها، لكن المهم أن 10 صباحا كان هناك إعادة انتشار قوي عبر الاحتياط وعبر الكتيبة الثالثة وأيضا عبر الوحدات البرية أو وحدات القوات البرية. هذا معناه ماذا؟ أننا رأينا إعادة انتشار فوري عشية وقف إطلاق النار. فعندما أتى هذا الجيش، الجيش الذي قد نعتبره أنه أضيف في الساعات الماضية إلى حدود 162%، أي أن إعادة الانتشار على شمال إسرائيل وفي مقابل حزب الله كان ب 162%. فبعد الانتشار مباشرة وبعد أن واصلت أعداد القوات البرية إلى ما يتجاوز 200%، أي الضعفين في عين زيتيم، كان هناك قصف مباشر عبر صواريخ الكاتيوشا 48 قذيفة موجهة بشكل مباشر بإصابات مباشرة إلى عين زيتيم الأقرب إلى صفات. وهذا التطور استثنائي لسبب رئيس، لأن الاعتماد الرئيس الذي حدث للقيادة الشمالية كان من خلال هذه القوات. إذن قوة الذكاء التكتيكي في تأجيل ل 24 ساعة أو يزيد، وهذا الذي ضاعف من الخسائر بالنسبة على الأقل للشمال، لشمال إسرائيل. إذن قد يكون هذا الوضع وضع مناور ببساطة شديدة من أجل دفع الاحتياط بشكل أكبر وإعادة التموقع بشكل جيد، ومن أجل إبراز أن هناك تصعيد ناري في هذا الاتجاه. إذن الإصابة الأساسية التي تموقعت بعد 12 وبعد خبر التأجيل ألا يكون في الساعة 10 صباحا وقف إطلاق النار الإنساني، وجدنا الكتيبة الثالثة للاحتياط في تموضعها في عين زيتيم،
أيضا في موقع صعصع التي أرادت القوات البرية أن يكون موقعا متقدما في هذا الجبل، وكان واضحا جدا أن الوضعية العامة في الخارطة والوضعية العامة لما حدث في عين زيتين وأمام هذا القصف الموجه لاستنزاف القوات البرية وخصوصا المتقدمة منها وأيضا الموقع المتقدم في صعصع، أن ضرب الحزب بضربة واحدة مستويات قد نقول عنها ببساطة شديدة في لحظة حاسمة. كان يمكن إطلاق بركان كما فعل مع زرعيت مثلا، كان يمكن وستكون كارثة، لأن رفع الأعداد سيكون هائلا جدا بالنسبة للجرحى والقتلى. وفي هذه الحالة ستضطر إسرائيل أن ترد، لأن هذا الرد سيكون مباشرة بحرب. لو أطلقت صواريخ بركان على عين زيتين بعد إعادة الانتشار قبل الهدنة في ساعات الصباح، لكانت الحرب قد أعلنت ضد لبنان، هذا هو الشيء المؤكد. لذلك فكانت الضربة، لكن كانت ضربة من دون صواريخ بركان إنما بالكاتيوشا. إذا لدينا في جملة رئيسة يمكن أن نقول، أولا أن هناك استغلال ذكي لإعادة الانتشار المتسرع للقوات ولقوات الاحتياط الإسرائيلية قبل الهدنة، وتأجلت الهدنة فأصبحت القوات على مرمى من نيران حزب الله. المسألة الثانية أن عين زيتين لم تقصف ببركان لأن الأمر يتعلق بالكتيبة الثالثة مشات، إذن ستكون الخسائر أكبر مما يتحمله الإسرائيلي وسيدخل مباشرة إلى حرب، وهذا الذي سيفجر مباشرة الهدنة، وهذا لا يرغب حزب الله بأن يتجاوز سقف حركة حماس في قطر. إذن لدينا هذا السقف الذي لن يسمح لحزب الله بالتعاطي مع هذه الوضعية ببركان، لأن الخسائر ستكون أكبر. المسألة الثالثة أن لا إمكانية لاستغلال إعادة الانتشار انطلاقا من عين زيتين ومن صعصع، لأن إعادة الانتشار الذي حدث جعل مباشرة من إعادة الانتشار عودة بشكل قوي جدا للقوات إلى الحدود، فكان واضحا جدا أن حزب الله تجاوز ذلك وضرب بالكاتيوشا الكتيبة الثالثة التابعة للقيادة 91 من جاء في عين زيتين، وضرب الموقع المتقدم وهذه المرة بالصواريخ بصاروخين ضد صعصع، لأن الموقع المتقدم لن يكون بنفس خسائر قاعدة الكتيبة قيادة الكتيبة للمشاة. إذن هذه هي الوضعية التي يمكن من خلالها معرفة لماذا إطلاق 48 قذيفة تجاه مباشرة. هذه الكاتيوشا ليست الكاتيوشا كما نعهدها، هذه مطورة بطبيعة الحال، إذا قد نسميها قذائف صاروخية. لهذا فالثمانية وأربعين التي أطلقت على عين زيتين، قال الجيش الإسرائيلي بأن هناك 35 صاروخ التي أطلقت، وهذا كان في البداية على أساس 50 صاروخ. إذا هناك حالة إطلاق ناري قبل القصف بالنسبة للمشاة في عين زيتين، وذلك عبر تصريح الاتحاد الإسرائيلي في حدود 35 صاروخا. إذا الأمر يتعلق بأهداف مباشرة وواضحة وقوية للغاية، لأن هناك محاولة للوصول إلى التأثير ولكن الذي لا يفجر قرار الهدنة. إذن الأمر هنا أصبح دقيقا جدا، والعملية مدروسة للغاية، والتصعيد الناري قائم ولكن في الحدود التي لا تسمح أي ما تحت وقف إطلاق النار المؤقت أو الهدنة كما يحب الغرب أن يناديها. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.